بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. عقدت على مدار اليوم عدة اجتماعات حكومية للوقوف على تطورات الحالة الوبائية وتحديد مجموعة إجراءات للتعامل معها. كان آخرها اجتماعا اجتماع انتهى قبل قليل للجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الوزارية بحضور مندوبين عن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. وتم خلال هذه الاجتماعات تحديد مجموعة من مجموعة من الإجراءات سأعلنها تباعا. أولا سيتم تنفيذ حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة الموافق 28 آب 2020 في محافظتي العاصمه عمان والزرقاء فقط وذلك في ظل استمرار تزايد حالات الاصابه بكورونا في المحافظتين فيما ستستمر ساعات الحظر كما هي في باقي محافظات المملكه وسينفذ هذا الحظر الشامل في عمان والزرقاء على النحو التالي سيبدا من الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الخميس 27 اب ويستمر لمدة 24 ساعة حتى الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الجمعة 28 اب 2020، أؤكد هنا أن التصاريح الإلكترونية لا تخول حامليها في عمان والزرقاء بالحركه خلال ساعات الحظر الشامل وستمنح تصاريح لعدد محدود من العاملين على ادامه عمل بعض القطاعات الحيويه بما فيها وسائل الاعلام وستصدر عن خليه ازمه كورونا في المركز الوطني للامن واداره الازمات بنفس الاليه التي كانت تطبق في حالات الحظر الشامل سابقا ويستثنى من تطبيق الحظر الشامل الكوادر الطبية والتمريضية العاملة سيتم تسهيل حركة المسافرين المغادرين أو القادمين ومرافقيهم إلى مطار الملك علياء من خلال إبراز تذاكر السفر بعد انتهاء الحظر الشامل في المحافظتين في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً يوم الجمعة 28 اب 2020 يبدأ الحظر الاعتيادي المعمول به حاليا في جميع أنحاء المملكة والذي يستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت 29 اب 2020 وتكون التصاريح الإلكترونية الصادرة فاعلة خلال ساعات الحظر الاعتيادي. إن تنفيذ الحظر الشامل في محافظتين فقط يأتي وفقا للتوجه الجديد المعلن بتنفيذ اغلاقات محدوده وبشكل مرن يساهم في تحقيق التوازن بين حمايه صحه المواطنين واستدامه الاقتصاد والتركيز على المناطق الساخنه التي تشهد ارتفاعا في حالات الاصابه ان الحظر الشامل يهدف الى تقليل فرص ومدد المخالطه وهو السبب الرئيس في نشر عدوى كورونا ويمكن فرق التقصي الوبائي من تركيز جهودها على تقصي الحالات المحتمله في بؤر انتشار الوباء. ثانيا، نتابع وبكل حرص وبشكل حثيث تطورات الحاله الوبائيه في لواء ماركا بعد تسجيل عده حالات امس وفي حاله وفي حال استمرت اعداد الاصابه في هذا الشكل المقلق سيتم سريعا اتخاذ قرارات تتضمن اجراءات احترازيه اضافيه ثالثا بشان ما تم تداوله اليوم حول موافقه اللجنه الوطنيه للاوبئه على اقامه مهرجان جرش باحتفال رمزي نؤكد ان طلب اقامه الحفل الرمزي للمهرجان تم تقديمه سابقا وقبل التطورات الاخيره للحاله الوبائيه وفي ضوء تزايد عدد الاصابات خلال الاسبوعين الماضيين، قررت وزاره الثقافه تجميد اقامه المهرجان لهذا العام، علما بان الاحتفال الرمزي كان عباره عن فعاليه افتتاح واختتام لمده ساعه فقط ودون جمهور، وبالالتزام بالتدابير الصحيه الوقائيه. رابعا، متابعه لما اثير من استفسارات حول انتخابات بعض النقابات المهنيه اؤكد حرص الحكومه على تمكين النقابات من الالتزام باستحقاقاتها التمثيليه وعليه فان الحكومه تدرس مع اللجنه الوطنيه للاوبئه امكانيه تنظيم الانتخابات النقابيه وفقا لبروتوكولات صحيه صارمه تضمن حمايه المشاركين والمنظمين أيضا وفي سياق متصل نؤكد أن الاجتماعات لغايات التحضير للانتخابات القادمة لا بد أن تتم ضمن المتطلبات والاشتراطات الصحية والوقائية والتي تحرص على التقيد بارتداء الكمامات والتباعد والالتزام بإجراءات ضبط العدوى وسوف تشدد وزارة الداخلية ممثلة بالحكام الإداريين والأجهزة الأمنية الرقابية والأجهزة الأمنية الرقابة على هذه الفعاليات لضمان السلامة الصحية فيها. كما ستشدد وزارة الداخلية رقابتها لضبط ومنع أي تجمع مخالف لأوامر الدفاع والتدابير الصحية الاحترازية، خاصة تجمعات الأفراح وبيوت العزاء. وسيتم توقيف اي شخص يخالف اوامر الدفاع، وينظم هذا النوع من التجمعات لمده 14 يوما كما اعلن وزير الداخليه. وقد ثبت للجميع اثر هذه التجمعات السلبي في نقل عدوى كورونا بشكل يحدث انتكاسه عامه للوضع الوبائي يصعب تداركها. اؤكد ان التشدد في الاجراءات ليس الغرض منه التضييق على المواطنين الاعزاء بل حمايتهم وحمايه صحه المجتمع والاسره جميعا اخوتي المواطنين لا نريد لبيوت الفرح ان تتحول لبيوت حزن وترح بسبب مرض الاحبه وفراقهم نعول على وعيكم والتزامكم ونجاح اي اجراء وقائي واحترازي لا يتم بصرامه تنفيذه فقط لكن ايضا بقناعه من يمتثل له والتزامه الذاتي حماكم الله وحما صحتكم واحباءكم وحفظ الوطن وقيادته والانسانيه جمعا من شر هذا الوباء شكرا لكم